يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج سبل الخير، هذا البرنامج الذي دائما نسلط فيه الضوء عن العمل الخيري والتضامني والتكافل الاجتماعي لدى الجمعيات الخيرية. إذا تحضر معنا في هذه أو في هذا العدد جمعية سواعد الإخاء التي تقوم بمبادرة طيبة، بمبادرة اسمها بصحتك بونفلوب. راح يكون معنا إذا عضو هذه الجمعية، تابعونا. إذا مشاهدينا يحضر معنا إذا طالب أحمد الشيخ وهو عضو جمعية سواعد الخير. مرحبا بك سيد الكريم، احكي لنا على هذه المبادرة التي تقوم بها الجمعية الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة وعلى زيارتكم إلى مدينة مثلي شعنبة. لا يخفى على أحد أن شهر رمضان هو شهر التكافل والتضامن الاجتماعي. جمعية سواعد الإخاء الخيرية التضامنية التي تعنى بمختلف الأعمال الخيرية في هذا الشهر الفضيل وتكثر لأنه شهر تعاون والتكافل، نحن من خلال هذه المبادرة أردنا أن تكون هنالك لمسة مميزة لهذه الجمعية من خلال مسابقة بصحتك الأنفلوب التي الهدف منها هو نشر ثقافة العمل الخيري. كيف؟ من خلال استضافة مختلف شرائح المجتمع الذين يطرح عليهم أسئلة من طرفنا ويأخذون أنفلوب الذي يحتوي على مبلغ مالي أو هدية معتبرة قسيمة شراء تؤخذ إلى عائلة محتاجة يعرفها ذلك الضيف الفائز معنا في هذه، وهكذا يعني ينتشر الخير ونشجع أفراد المجتمع كثيرا على على مستوى أنحاء الوطن
على الأخوة تاعهم هذه لاميديو في مبادرة في مساعدة الناس الفقراء واليتامى والمساكين على هذه المبادرة لمساعدتهم في الاحتياجات الخاصة تاعهم والعامة. نشكر جمعية سواعد الإخاء والجمعية الخيرية على مستوى بلدي مثل الشعانبة مستوى الوطن عموما المبادرات القيمة اللي راهم يقوموا بها في سبيل إفطار صائم ومختلف النشاطات الجمعوية الخيرية الأخرى. نتمنى أن تعم هذه المبادرات على مستوى الوطن ونشكر جميع الجمعيات كلها باسمها. إذن مشاهدين الكرام ما زلنا في العمل الجمعوي العمل التطوعي والتضامني والتكافل الاجتماعي اللي تقوم به الجمعيات الخيرية. رانا الآن متواجدين بالمركز النفسي البيداغوجي لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة متليلي حيث نظمت جمعية السواعد الإخاء بمتليلي مسابقة ترفيهية وتثقيفية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. الهدف منها أكيد دمج هذه الفئة في المجتمع. إذن نرحبوا برئيس جمعية سواعد الإخاء ليقدمنا يعني البرنامج تاعه لنشطه في هذا المركز النفسي البيداغوجي لمدينة متليلي. مرحبا بك سيدي الكريم، حكينا على هذه المبادرة الخيرية قمتوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ضمن برنامج الرمضان لجمعية سواعد الإخاء الخيرية المتنوع الذي يهدف أولا إلى مساعدة المحتاجين والفقراء، كانت لجمعية سواعد الإخاء التضامنية الخيرية مسابقة فكرية تنشيطية لفائدة ذوي الهمم العالية المركز النفسي البيداغوجي بمتليلي الذي نشكر كل القائمين عليه لاستضافتهم لنا. البرنامج يهدف إلى دمج هذه الفئة تنشيطهم وتقربهم أكثر إلى المجتمع. برنامج تاري ديني ثقافي ترفيهي تثقيفي إن شاء الله. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. مرحبا بجمعية سواعد الإخاء، نشكرها على هذه المبادرة الطيبة وقوفها لفرح وإدخال بهجة على هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. ويعتبر جمعية سواعد الإخاء من الشركاء الاجتماعيين للمركز، وهذا يدخل في إطار الدمج الاجتماعي الذي هو أحد أهداف المراكز البيداغوجية. ونتمن المبادرة ونتمنى له التوفيق في طبعا جو ممتاز، وهذا ما يحتاجه الأطفال أنه الدمج الاجتماعي مع الوسط العادي. نتمن هذه المبادرات ونعمل وهو أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه المراكز. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. نشكر الجمعية سواعد الإخاء على المبادرة اللي دارتها، وهي باعتبارها شريك اجتماعي للمركز في إطار الشراكة اللي بيننا وبينهم داروا هذه المسابقة الدينية. نشكرهم مرة ثانية. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. إذا نشكر رئيس جمعية سواعد الإخاء بمدينة متليلي لامين بشاع على هذه اللفتة اللي قام بها المركز النفسي البيداغوجي بمدينة متليلي. نلتقي إن شاء الله مشاهدي الكرام في عدد آخر. صحة فطوركم.